داخل عليه مديرية التربية والتعليم في نابلس. يعني أنا شفت بعض الأفكار والمشاريع اللي بتنم عن حقيقة استثمار كل دقيقة من دقائق المعلمين والمعلمات في التفكير في توجيه الطلبة نحو حل مشكلات عملية بتواجه المجتمع في حياته. احنا هذا اهم ما نعنيه عندما نتحدث عن تطوير جودة التعليم، لانه يجب ان التعليم ان يرتقي الحقيقة بالطلبة باتجاه التفكير الناقد وحل المشكلات. وحل المشكلات هدفه بالتحديد ان يصل الطالب الى ايجاد افكار ومشاريع ومبادرات تستطيع ان تقدم حلول ناجعة لمشكلات يواجهها مجتمعه. ما شاهدناه في المعرض هو خير دليل على انه احنا نسير بالاتجاه الصحيح، خير دليل على انه في فلسطين الخير وبأبناء وبنات فلسطين نتقدم إن شاء الله للأمام. دكتور فتحي كلو، مدير عام للإدارة التربوية محافظة جنوب غزة، شو رأيك؟ الحقيقة أود أن أعبر عن مشاعر السعادة الكبيرة لوجودنا هنا في الوطن في نابلس، ومما يثير الإعجاب حقا هذا المعرض التكنولوجي الذي رأيناه بأم عيوننا. الحقيقة التي يقررها هذا المعرض هو أننا قادرين على أن نخرج جيلا من العلماء. لا يستطيع من يقلب هذه الإبداعات وهذه المشكلات التكنولوجية التي طرحها الطلاب في هذا المعرض إلا أن يطمئن تماما أننا فعلا قادرين في وزارة التربية والتعليم على أن ننشئ أجيالا قادرة على مهارات التفكير العلمي، قادر على الإبداع، قادر على العطاء. وهذا يؤكد الوزارة أن وزارة التربية والتعليم تسعى فعلا دائما لتكوين هذا الجيل من العلماء في عصر الانفجار المعرفي. والحقيقة من يشهد فعاليات هذا المعرض الدولي أو معرض التكنولوجيا في محافظة نابلس لا يملك إلا أن يسجل كل الشكر والتقدير والإعجاب بمن قام على هذا المعرض من حسن التنظيم والترتيب والتنسيق. وهذا يدل على أن هناك مهارات عالية في عمليات التنظيم والإبداع، وأن الطلبة فعلا استطاعوا أن يتحسسوا من مشكلات المجتمع وطرحوا لها حلولا، مما يبشر أن هناك جيلا من المفكرين الأطفال الفلسطينيين القادرين أن يكون لهم مستقبل بإذن الله تعالى. كانت ضمن جهد من خلال العام الدراسي جرى على مستوى جميع المدارس. اليوم يتقدم لهذا المعرض 91 مشروع من ضمن 155 طالب، وأيضا هنالك 28 مدرسة من مدارس المحافظة شاركت في هذا المعرض، وأيضا هناك جهد رائع جدا مدن خلال العمليات التي تكملت من أجل الوصول إلى هذا المعرض. وسنستمر إن شاء الله اليوم وغدا في هذا المعرض وصولا إلى يوم الخميس. سيكون هناك تحكيم من 91 مشروع من أجل اختيار أفضل 9 مشاريع من أجل أن تنافس هذه المشاريع 9 على مستوى الوطن، ومن ثم من يخرج منهم سينافس على المستوى العربي والمستوى العالمي. شفنا كثير مشاريع يعني صراحة قيمة جدا، حتشتغلوا على تنفيذها، على تطبيقها، على تطويرها؟ نعم، هنالك استمرارية لهذا المشروع ولهذه المشاريع التي بنيت، وأيضا هنالك تعاون عن كثب مع مؤسسات المجتمع المدني والجامعات من أجل تبني الكثير من هذه المشاريع والتي يجب أن تعمم وتطور أفكارها، وأن نساهم أيضا مساهمة في تطوير هذه المشاريع لدى طلبتنا الموجودين والذين يمتلكون الطاقة والمواهب وأيضا لديهم روح الإبداع والتميز الموجود. تيجي الحافي، شكرا.